السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية. في هذا الفيديو سنتحدث عن حساب عدد الأرقام وليس مجموعها. نقوم بتضليل الخلية التي نرغب أن تظهر فيها النتيجة، ثم نذهب إلى علامة التبويب الصفحة الرئيسية، ومن جمع تلقائي نضغط على الزر المتجه لأسفل، ثم نختار عدد الأرقام، ثم نقوم بتضليل الأرقام التي نرغب أن يتم حساب عددها، ثم نضغط Enter، يتم احتساب عدد الأرقام. أيضا لو قمنا بالتظليل على هذه الأرقام ثم نظرنا في الشريط في أسفل لف الإكسل، تلاحظ أن البرنامج قام بشكل تلقائي بحساب عدد هذه الأرقام. أيضا لو قمت بالضغط على يساوي ثم كتبت Count COU، انقر نقرتين على بالزر الأيسر للماوس على Count، ثم قم بتظليل الأرقام واضغط Enter، تلاحظ احتساب العدد. أيضا لو قمت بالضغط على يساوي ثم كاونت مرة أخرى، ثم لو قمت نقر نقرتين، ثم اذهب إلى FX، وفي المستطيل الأول قم بوضع القيم التي ترغب أن يتم احتساب عددها، في المستطيل الثاني أعمدة أخرى لو أردت، ثم اضغط موافق، يتم احتساب عدد الرواتب. لو أردت أن تقوم بحساب عدد الخلايا التي فيها نصوص، قم باختيار الدالة Count A، نختار Count A، ثم نضغط نقرتين عليها، ونقوم بتظليل العمود الذي نرغب باحتساب عدد النصوص فيه، ثم نضغط على Enter. نلاحظ أنه تم جمع عدد الموظفين. بحذف أي خلية عن عدد الموظفين يتغير.